قديما وحديثا كثيرا، نعم. لكنني أجمل آراءهم على عجب. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال: وذهب إلى كفر تارك الصلاة. ذكر ذلك عن عبد الله بن شفيق وإسحاق بن راهويه وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وحجتهم كما هو معلوم الحديث المشهور عند مسلم الصحيح: الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال ابن قدامة رحمه الله: وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد إلى أنه لا يكفر. ثم قال رحمه الله أي ابن قدامة: قالوا: أجمعت الأمة عمليا على أن تارك الصلاة لا يكفر، بدليل أن الأمة كان فيها منذ زمن النبوة إلى يومنا هذا، يومه في القرن السادس، تارك للصلاة كثير، ولم يبلغنا أن الأمة امتنعت عن الصلاة أي صلاة الميت على تارك الصلاة. قال رحمه الله: فكان إجماعا عمليا على أنه ليس بكافر. ولكن نقول: لا ريب أن الصلاة أعظم صلة بين العبد وربه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره، لم يبق منه شيء. فبعض العلماء يجري أحكام قول صلى الله عليه وسلم بالكفر على أنه كفر دون كفر، أو على أنها حديث وعيد، وبعضهم يجريها على ظاهرها. لكنني لا أستطيع في مقام كهذا أن أقول شيئا في المسألة يفهم منه تهوين الأمر، بل إنه والله يعني لا يتصور أن مؤمنا يؤمن بلقاء الله ثم لا يصلي. نسأل الله العافية. بل قال بعض الشافعية: ونعم ما قال، أن من مات وهو تارك للصلاة لا يوضع على قبره علامة حتى لا يعرف أنه قبر فيطأه الناس. لكن مع ذلك لا أقول بأنه كافر كفرا أكبر مخرج من الملة لحديث البطاقة، ولا أظن أحدا يستطيع أن يجد مخرجا لحديث البطاقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، فيقول له ربه: أتنكر مما ترى شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: إن لك عندنا بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول: يا ربي ما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ فقال عليه السلام: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فرجحت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فالحديث يتكلم عن خبر، والخبر لا يدخله النسخ، ولا يمكن فهم هذا الحديث إلا في ظني، إلا أنه لا يكون هناك شيء يخرج من الملة إلا الشرك بالله، الكفر. والصلاة داخلة في الأعمال لا في الاعتقادات. ومع ذلك ينبغي أن يفهم أن قول من قال من أئمة المسلمين أن تارك الصلاة كافر، قول له أدلة قوية وقد يكون صوابا، وإن كنا نحن في بعض الأحيان نراه صوابا، لكن قد يكون صوابا، وقد أفتى به علماء أجلاء لا مدخل عليهم في العلم ولا في الورع ولا في التقوى ولا في الفهم، مثل الإمام أحمد رحمه الله ومشايخنا الأجلاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، سماحة الشيخ محمد بن عثيمين غفر الله لهما ورحمهما، رحم الله علماء المسلمين جميعا، وهؤلاء أفذاذ في العلم لا يمكن طرح قولهم، بل نحن نقتات على موائد علمهم. لكن مع ذلك نقول قد يتبين لنا شيء ولم يتبين لهم، كما يتبين لهم لما يتبين لنا. المقصود من هذا إنه يعني لا يتصور أن مؤمنا عياذا بالله يترك الصلاة فروضا متتابعة ولا يصلي البتة. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. فضل شيخ.